الله، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. أنا أسرار، واليوم حشارككم سري في تطويل الأظافر والعناية بها وأشياء زي كده يعني. فالمهم هذا الفيديو انطلب مني كثير، إنه أسرار أنت كيف تطولي، كيف تخليها إنه ما تنكسر، كيف تعتني بيها، كيف تخليها بيضة. ما أدري بصراحة، جاتني الأسئلة هذه، فحبيت اليوم أشارككم أنا إيش أسوي عشان إنه أعتني بيها. طبعا هذا الروتين يختلف من بنت لبنت. الروتين اللي انا اسويه يعني اي احد يقدر يسويه، ومره سهل يعني، ما ياخذ وقت يعني، ما ادري. اوكي، اول شيء اظافري هذه طولتها تقريبا شهرين تقريبا، يعني انا احب اطول اظافري بس شهرين وخلاص، يعني ما اكثر من كده ما احب. طبعا انا قاعده اسال نفسي عشان اقدر اجاوب لكم كيف اخليها كده مدوره. طبعا انا لما اجي اقصها مدور، فتطول مدورة. ما أدري عن الناس التانين كيف يطولوها مدورة أو كيف يسووها، ما أعرف. بس لاحظت حاجة، إنه مثلا لما أجي أحك أي شيء إن شاء الله كده أمسك، شايفين هذه الجهة من هنا؟ لو حكيت كتير كده كل يوم الضفر حيطول من هذه الجهة. فإذا طول يعني كده بشكل غريب، أحب أخذ بهذا الشيء من بدي شوب وبس، يعني إنه أبر المنطقة اللي طول منها الضفر كده بشكل غريب. هل أحبهم دائري؟ يب، أحبهم دائري. قد جربت مثلث؟ نوعا ما هذا انكسر وصار مثلث. تنكسر اظافري؟ يب تنكسر. كل ما طولها كل مره، ما قد اظافري كده صارت طبيعيه كلها طول واحد. فاذا انكسر عند الظفر ايش اسوي؟ انه اجي ابرد من الجهه اللي انكسر فيها الجهه الثانيه، يعني هذا الحين الظفر تمام انكسر من هنا صار كذا صار معوق، فانا ابرد من هنا بعدين اخليهم يتساووا حتى لو ما هي طويله. عن نفسي انا مو شرط انهم يكونوا نفس الطول، بس اهم شيء يريحوني في الاكل او شيء. ما ادري يا اخي، ما اعتني بظافري كثير، بس حقول لكم اشياء انا اسويها واشياء ما اسويها. اول اربع اشياء ما تسووها ضروري ضروري اذا بتربوا ظفوركم. اول شيء تقللوا من استخدام المناكير، لانه يب المناكير ينشف الظفر نوعا ما. فلو بتحط مناكير كثير سووا زي كريستين، تحط طبقه تحت مناكير يقدر ينشال او بيل اوف، فهي تحط الطبقه هذه بعدين تحط اللون اللي تبغاه. هذا لو تحطه كثير، فانا انصحكم انكم تبعدوا نهائيا، مو نهائيا يعني، ما تكتروا بس تقللوا. ثاني شيء، لا تفكي بظافرك اي شيء. الناس اللي عندها مظافر قصيره روحي لهم، اذا فكيتي حاجه ظفرك حيضعف، والمرة الجاية كمان حيضعف، وبعدين في النهاية ينكسر. ثالث شيء، حاولوا انكم ما تاكلوا اظافيركم او اصابيعكم يعني عموما. انا عندي عادة سيئة اكل الحوالين اظافري، ما ادري ليش والله ما ادري. اخر شيء، ما تغسلي مواعين بيدك باظافرك وهي طويلة، لانه حتنكسر. انا من دحين اقول لك حتنكسر. لو غسلتي مواعين يعني اكثر من نص ساعة قولي باي باي لاظافيرك. يب، يمكن هذا من الأسباب اللي خلت ظفوري تنكسر. أوكي، أشياء أنا أسويها وفادتني كتير. أول شيء، أشرب حليب دائما. أشرب أي نوع حليب، تبغى حليب الشوكولاتة، تبغى حليب سادة. أنا لاحظت هذا الشيء، إنه أنا لما كنت أنقطع عن الحليب ما أشرب فترة شهر أو شيء، أظافري ما تطول بسرعة وما تكون قوية يعني كده، إنه تتكسر بسرعة، وأحسها كمان طول الوقت كأنها كده تقصف. أو إذا ما تبغوا تشربوا حليب عادي، عندكم حبوب فيتامينات كالسيوم، بس أنا ما أنصح بها لأنه أحس يعني حليب عادي يعني، حليب في حد ما يشرب حليب؟ ثاني شيء نستخدم مبرد كويس. حاولي ما تستخدمي أي مبرد أو مبرد، لأنه ده لو كان قاسي مرة، لو كان خشي مرة ما حيكون طيب على أظافرك يعني. هذا الشيء من شركة بادي شوب، فهذا الشيء مره حلو ومناسب جدا جدا لاظافري. واخر شيء اسويه، طبعا اذا عندي عزيمه مهمه او انه عندي يوم كبير بكره، ايش اسوي قبل ما انام؟ اجيب زيت زيتون، بعدين اقوم اجيب عود قطن واحط كده من جنب الاظافر، من الجلد حوالين الاظافر وعلى الظفر نفسه، خلاص واروح انام بس. هذا هو، اتوقع انه هذه كل اسراري ما شاء الله عرفتوها. اذا ناقص شيء اكتبوا لي تحت، حجاوب لكم ان شاء الله فيديو تاني. واذا تحبوا اسوي فيديوهات مناكير باظافري اكتبوا لي كمان تحت، ولا تنسوا تعملوا لايك واشتراك وسيو. وحان الان وقت قص الاظافر، يلا